أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله.